فرقه الزمالك طبعا. فرقه الزمالك عدلتها الصح ان لازم عبد الغني يلعب على الدايره. احسن وقت الزمالك لعب فيه كويس وكان نص الملعب بتاعه مقفول صح لما عبد الغني لعب على الدايره وقفل الحته دي السنه اللي فاتت. دونجا لعيب مميز جدا، ولكن دونجا ما يقدرش يستحمل ان هو يلعب في الشيب ده بلعيبه جامده بالشكل ده. دونجا لعيب مميز جدا في توزيع اللعب، ولعيب مميز جدا في ان هو هيميكس، يعني بيفضي نفسه كويس جدا للديفنس عشان تقدر ان انت تطلع عليه. انما كلعيب كسكرينر بيقطع الكوره وبيحمي الديفنس لسه عنده حاجات كتيره جدا محتاج ان هو. بس خلي بالك يا ميدو، اي لعيب ارتكاز في السيستم اللي يلعب اللي بيلعب بيه الزمالك هيحصل مع نفس اللي بيحصل مع دونجا. اي لعيب ارتكاز دونجا حتى مع لعيبه نص ملعب بتلعب بشكل مختلف عنده لعيب ده طال. دونجا ما بيعرفش يقفل زوايا التمرير. دونجا لعيب هايل في ان هو متاح للسنتر باكات، بيعرف يفضي نفسه، ولعيب راجل ولعيب كلامه كويسه جدا، بيعرف يغير الملعب كويس جدا كل حاجه. انما لعيب بيعرف يقفل زاويه التمرير ما بيعرفش يقفل زاويه التمرير، ما عندوش الملكه دي. ايوه بس انت دلوقتي في الزمالك هل هي دي المشكله اللي موجوده في اللعيب الارتكاز؟ بس هو خلي بالك المشكله مشكله سيستم. انا في رايي المشكله في الزمالك مشكله سيستم. انا معاك مش بس لعيب الارتكاز. انا معاك، لكن عبد الغني يقدر ان هو يلعبها احسن من دونجا بكتير. بس حتى لو لعب في نفس السيستم ده هتبقى المشكلة موجودة، مشكلة بس مش هيتحل، بس هيبقى احسن من دونجا. بس هتخسر بقى وانت معاك الكرة بتعمل ايه؟ يعني انت الحته وانت معاك الكرة عندي بقى تخسر اللعيب اللي بيحرك لك الفرقة. انت بص، انا العب بدونجا والعب بدونجا وامام ورام عبد الغني مش سيء قوي فيها. مش زي دونجا ومش لعيب ان هو مش ذكاء. طب ما العب بدونجا والعب بدونجا وامام ورام عبد الغني بتهاجم بسبع لعيبه طارق. الزمالك بيهاجم بسبع لعيبه على طول. مهم ان انت يبقى عندك لعيب نمره 6 بيعرف يقطع زوايا التمرير، بيعرف يفسد هجمات المنافس. ولازم يعني انا ممكن يبقى عندي اللعيب اللي هو بيطلع لي الكوره، وفي نفس الوقت لما انا هاجم بسبع لعيبه لو انا بعمل كاونتر باسنج صح مش هبقى عريان. لازم دي مع السيتي وليفربول الكبيره بتهاجم بسبع ثمان لعيبه، بس عندهم لعيب نمره 6 بيعرف يقفل زوايا التمرير. لا بيعملوا الكاونتر بريسنج صح وبيعرف يقفل زوايا التمرير الاثنين مع بعض، انت صح وانا صح. لكن دونجا ما بيعرفش يقفل زوايا التمرير. ايوه ايه اللي يمنع ده؟ عيبه. هو انت فاكر ان الحداد بترمي كتاكيت؟ ده العيب اللي كل المدربين اللي اشتغلوا في بيراميدز قالوا عليه على دونجا، ان دونجا لعيب هايل وانت بتطلع بالكوره، لكن وانت شفت نص الملعب بتاع بيراميدز اتطور ازاي لما توريه لعب في نص الملعب بنفس الاسلوب وبنفس المدرب وبنفس طريقه اللعب. لا بس عندهم مشاكل من غير الكوره. لا ما سيبك عندهم مشاكل فرقه الكوره طبعا. هو ما هو طريقه عنده برضو المشكله دي. هو طريقه ما بيعرفش يقفل زوايا التمرير. اديك بومبا ما فيش كوره تانية مش بتاعته. طريقه وهي قدام انت وهي قدام الكره التانية الهجوميه اللي بترد عليك. دونجا بيعرف يجيبها برضو. هي المشكله طريقه برضو عامل مشكله في بيراميدز اللي هو ما بيعرفش. ما تقدرش مقتنع بافكار. قمه الجهل في كره القدم انك تفضل مقتنع بافكاره وما تغيرهاش. كل محللين العالم وكل مدربين العالم بيغيروا افكارهم لما بيشوفوا ان هم كانوا غلط. انت النهارده بتتكلم، انا مش ضد دونجا في حاجه، دونجا لعيب كويس جدا، لكن انا بقول لك ان هو عنده مشكله ما يشوفهاش الا المدربين. ما بيعرفش يقطع الكوره، ما بيعرفش يحمي السنتر باكات. ماشي انا مش مختلف معاك، حتى لو هي المشكله موجوده فيه مش موضوع ان انا مش بغير قناعات او افكار، ولكن هي المشكله. لا تعود المشكله انت لو شفت حاجه غيرها. يعني انا بغير لازم مش بالعكس، مش لازم تفضل متمسك بفكره. انا بقول لك اصل انا شفتها بقى لما لعب في الزمالك نفس المشكله موجوده ونفس المشكله انا عارفها. مش معنى كده ان أيوة. دونجا لاعب لا يصلح للزمالك، لكن هو لعيب لازم يطور نفسه في الحته دي. واكبر دليل على كده ان في عز عدم وجود لعيبه نمره 6 في المنتخب المصري، عمر ما في مدرب في منتخب مصر بص ان دونجا لعيب اساسي في منتخب مصر. ليه؟ لان هو عنده المشكله الاساسيه. هل ينفع ان انت مثلا يا طارق ان انت تقيم باك رايت على ادائه الهجوميه فقط؟ لا، الباك رايت لازم يبقى بيدافع كويس، لازم يبقى بيدافع عن الحته دي كانها بيتهم، محدش يجي له في الحته دي يعمل كروس ولا يروح على الزاويه البعيده يجيب جول بتاع. لما يعمل كده كويس حتى لو هو فرقه كبيره تبتدي تدور هو بقى راجل بيهاجم كويس ولا لا، مش العكس. وهو ده اللي انت لازم تحكم عليه باللعيب نمره 6 برضه. لو فرقه كبيره ما عندهاش النهارده، بص لدور كاسيميرو في مانشستر يونايتد. الناس قالت ان كاسيميرو مش لعيب كبير وبتاع، اللي نقل مانشستر يونايتد نقله نوعيه كبيره جدا كاسيميرو، لانه راجل بيفسد الهجمات. وفي نفس الوقت انا معاك ان هو مش احسن لعيب كره في العالم. احنا اختلفنا كتير في الموضوع ده واتكلمنا فيه. هي دي الكوره يا حبيبي. انا بكلمك يعني هو ده كلامي ولا كلام المدربين الكبار؟ هو لا، طب المدربين الكبار في العالم كلهم في الفرق الكبيره كلها ما عندهمش لعيبه ارتكاز بالنوعيه دي. مين قول لي؟ مين؟ كله جوارديولا كلوب جوارديولا. كل المدربين الكبار ما عندهمش لعيبه ارتكاز زي كاسيميرو. جوارديولا مين بيلعب 6؟ رودري. جوارديولا قاعد يلعب ويكسب
احسن بطولات دي كلها في الجلدره كان مين سته بتاع فرناندينيو يا طارق؟ لعيب سكرينر لعيب مراسيل. فرناندينيو ما بيعرفش يلعب كوره؟ بص برده بس اساسه صح ان هو راجل بيقطع. طيب انما بعد كده بيلعب كوره مش العكس. وهل لما جاب رودري بعد كده؟ هل لما جاب رودري يا ابني الفرقه قلت؟ يا ابني رودري ده راجل لعيب كوره جامد جدا. طيب انت بص رودري ده انا بقول لك ان هو ما بيعرفش يلعب كوره. انا بقول لك لازم لعيب ركازي يكون بيلعب كوره. انا بقول لك عليه بص انسوا الوهم بتاع جوارديولا اللي جوه مخكوا وبعض من المحللين الحدثاء. مش جوارديولا بس لا يا ابني مش جوارديولا بس كل المدربين الكبار كده. جوارديولا مدرب عظيم. مفيش مدرب كبير بيبني فرقه صح من غير سكرينر. عارف يعني ايه سكرينر؟ مفسد هجمات. في مين غير مانشستر يونايتد عنده لعيب زي كازيميرو؟ مين؟ انا بسالك بقى مين مانشستر سيتي كانت. رودري راجل بيفسد على قبل ما قبل لا كانتي لا كانتي لعيب نمره 8. كل الفرق الكبيره عندها لعيب نمره 6 بيقطع الكره كويس. انا مخبي لكم تقول هو ده بقى اللي انت مش هو ده اللي انتوا مش فاهمينه في الكوره. اصل ميدو انا باخد الكوره انا هزول لك حوارات بس عليك في الحته دي هردانك بس انا هاخد الكوره بتاعتك بس الكلام اللي انتوا بتعملوه بتاع اونلاين اللي انتوا عايشين بيه ده مفيش مدرب كوره فرقه كوره محترمه من غير لعيب نمرة 6 بيدافع كويس بعد كده يلعب كوره. ادافع كويس بالكاونتر بريسنج. انا عامل لكم ايه اهم من انا يكون عندي لعيبه بتثبت على الكوره. بس انت معاك حق بس انت اللي انتوا بتقولوه ده عارف زي ايه بالظبط؟ زي مثلا لما انت بتطلب مثلا ايه من مثلا من فران مثلا ان هو يعمل لك عيش وهو عنده حساسيه في جلده ما يقدرش يستحمل السخونيه. ازاي ده انت شغلتك جوه السخونيه؟ انت لازم تقطع. انا اللعيب اللي ما بيعرفش يقطع وما بيعرفش يقفل زاويه التمرير ده ممكن اعلمه، لكن انا مش هجيب لعيب واعلمه ازاي يلعب كوره. لا ممكن تجيب طبعا لعيب وتعلمه ازاي يلعب كوره. لا انا ازاي انا هجيب. طب ممكن اسالك سؤال هو رودري قبل ما يروح مانشستر سيتي كان هو نفس اللعيب بقى اتلتيكو مدريد كان بيلعب كوره؟ لا ما كانش بالكواليتي دي. مين بقى اللي علمه؟ كان بيلعب بس كان بيلعب ما كانش كازيميرو. يعني هل تقول لك على حاجه لو جوارديولا جاب كازيميرو هيعلمه اسمعني بس اسمعني. كاسيميرو على فكره بيلعب كوره كويس قوي. لا. والنهارده هو اللي بيوزع اللعب لمانشستر يونايتد. تعالى اوريك التحاليل الفنيه بتاع كاسيميرو في مانشستر يونايتد في الماتشات الاخيره. النهارده جوارديولا بقى عمل ايه؟ شاف رودري ان هو راجل بيعرف يدافع كويس الاول صح، وبعد كده خده وقال له تعالى يا حبيبي الكره اللي انت بتلعبها دي ما تنفعنيش، انا بقى هلعبك الكره في السيستم بتاعي ان انت لازم تلعب الكره بين الخطوط، لازم ان انت بعد ما تلعب الكره تتحرك تبقى افيلبل مش العكس. لا كان بيلعب في اتلتيكو خالص ما كانش بيلعب كوره في اتلتيكو. ممكن انا كنت بتفرج على اتلتيكو. انا كنت بتفرج برضه على اتلتيكو. كان لعيب عادي جدا في اتلتيكو. طب انا عايز اقول لكم اسمع كلامي. افكاركم اللي انتوا بتعملوها دي ايه الفرق بين واحد بيحلل وواحد بيدرب؟ ان المدرب بيبقى قاري افكار المدربين، ان هو المدرب واقعي عارف ان هو ازاي فرقه الكوره بتتبني. الحاجه الوحيده اللي تخليك تلعب بنمره 6 ما بيدافعش خالص ولاعيب كوره بس ما بيدافعش يقطع ايه عارف ايه؟ ان يكون عندك باك رايت وباك ليفت واقفين حامل الحته دي بباك رايت وباك ليفت واقفين، فبالتالي الحريه بتيجي من لعيبه نص الملعب. ايطاليا لما خدت اليورو كان عندها باك رايت وباك ليفت واقفين، وكان عندها مين؟ كان عندها جورجينيو. كان عندها جورجينيو جنبه مين؟ مين قول لي. فيراتي. ها مين فيراتي؟ يا ابني فيراتي ده 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 قتل قتلة. كان فيراتي كان ماشي ما كان مين كان كرة. مين كان مين اللي بيلعب فيراتي قتل قتلة؟ فيراتي ده بيقتل. ايوه انا عارف ان فيراتي لعيب جامد. كان مين اللي كان بيلعب نمره 6؟ احنا مش بنتكلم في بيلعب نمره 6. انا عايز اروح الماتش. عايز اسالك حاجه بس وهنخش في ماتش الاهلي. ايه رايكم في بلاتي توري؟ طيب انا عايز اتكلم على ماتش الاهلي. انا عايز اقول لك بسرعه ما عادي عشان دي مصر ما تعرفهاش. ايه دي ماله يعني؟ ايه بتقول ايه؟ هو ده الاهم من الماتش. ايه ده؟ ماله؟ ايه رايكم في بلاتي توري؟ لعيب كويس، لعيب جامد يعني. لو في الاهلي او في الزمالك ده يبقى مفيد. لا وهو في بيراميدز لعيب جامد. طيب. انت عارف ان لا مش دي. انت عارف ان بلاتي توري من 3 سنين فويس نوت مبعوثه عايز العب في نادي الزمالك، كان فري وكان ب 120,000 دولار. طب ازاي بيحصل هشام؟ ممكن لا انا مش قصدي مش بعيب. انا بقول لك ان اللعيب ده كان فري وكان عقده 120,000 دولار، وفي صور وفي فويس نوت ان انا كابتن عايز. طب انا عايز اتكلم على الاهلي.